وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. هني نشوف كاين علم، علم شكون يقول لي العلم تاع من هذاك؟ أطفال، شكون اللي يعرف العلم هذاك تاع من؟ تعالي روحي، تعالي 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 أروح. واسمك؟ أنفال. أنفال، شحال في عمرك أنفال؟ 9 سنوات. شحال؟ 9 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ نعم. علم أي دولة هذاك؟ الجزائر. أروحي تشوف، أروحي. علم أي دولة؟ الجزائر. برافو، علم الجزائر أوليك حقيقة، ولكن تعال تعال تعال، واحد يجي، شكون؟ تعال تعال، واسمك؟ فهد. واسمك؟ فهد. فهد، شحال في عمرك فهد؟ 9 سنوات. 9 سنوات، علم أي دولة هذاك؟ الجزائر. على بالكم درك درك دقيقة، درك عرفت إحساس المعلم كي الطفل لا يصيب في الإجابة، إحساس واعي شوية. دقيقة دقيقة دقيقة، علم؟ تعال تعال تعال، أوصاب الجواب. علم؟ واحد جوان. علم واحد جوان، وش هو واحد جوان هذا؟ عالم العالم العالم الإعلام. قولي دقيقة، 1 2 3، دولة فلسطين الشقيقة، المسجد الأقصى. يا أحبائي، مليح أننا نتعرفوا على التاريخ نتاعنا، ونتعرفوا كذلك على الهوية نتاعنا. كاين موضوع مهم جدا، كاين أغنية نقول فيها سألوني سألوني، شكون سألوني؟ سألوني في الشرق والغرب، سألوني في شمالي وجنوبي، واش نقول لهم أنا؟ قلت ألا ترون إني جزائري. ما جاوبتهمش، ما قلت لهمش لا شاوي
لا وهراني لا سطيفي لا من تمن راست لا من واتسوف لا من القبائل الكبرى لا من القبائل الصغرى لا من بويرة لا من بومرداس. قلت لهم أنا جزائري. يا أحبائي الأطفال من فضلكم لازم تتمسكوا بالهوية نتاعكم، لازم تبتعدوا على كل هذه الخرافات وهذه الأشياء اللي تحب تفرق بين الجزائريين. حنا هويتنا هي الجزائر، أمنا هي الجزائر. حاجة أخرى لا تهمنا، أي لغة نتكلموا ماشي مشكل، اللغة هي مكتسب، اللغة هي وسيلة، وسيلة اتصال فقط. تكلم بالشينوية ولا تكلم بالعربية ولا بالفرنسية كيف كيف، ولكن لازم المضمون تاعك القلب تاعك يكون جزائري، هذا هو. إذن أعطونا زغريتة على الجزائر ينسى. إذن تغنوا كامل معايا. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في الشمال وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. يلا كامل معايا. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري.
شكرا 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 شكرا. أحبائي الأطفال الجهوية، الجهوية سوسة في المجتمع، سوسة. سألوني من تحب ولمن كان النسب، أنت مين، والدك شكون، جدودك شكون، هذا كله للتفرقة، هذا كله للتفرقة. على بالكم أحبائي كان دول في العالم، كان دول تسكن ثلاث سنوات فقط، ثلاث سنوات تسكن في هذه الدولة يعطوك الجنسية وتصبح واحد منهم. إذن لا يعقل أننا إحنا زايدين في الجزائر، أولاد الجزائر كلنا، ونبقوا نسقسيو أنت مين، مين جيت، وشكون جدودك. أنا جزائري. إذن يا أحبائي لازم تتمسكوا بهذا الانتماء اللي هو بلدنا الجزائر، أمنا الجزائر، ورانا كامل خوا يا أخي. شكرا 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 شكرا. شكون يقدر يقول لي، شكون يقدر يقول لي وقتاش؟ سؤال شويه صعيب، سؤال صعيب ولا سهل نعطيكم؟ معلش، على بالكم باللي اليوم العالمي لحقوق الطفل، اليوم العالمي لحقوق الطفل وقتاش؟ لا ماشي 21، ماشي 1 جوان، ماشي 1 جوان. اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم 20 نوفمبر، 20 نوفمبر، تعرفوه؟ 20 نوفمبر. أنا أقول 20 نوفمبر، تقول لي 10 ديسمبر. أحبائي، أول جوان هو عيد الطفولة، ولكن منظمة الأمم المتحدة دارت ميثاق حقوق الطفل. هذا الميثاق دارته في 20 نوفمبر 1989، ميثاق يحمي الطفولة في العالم. هذاك الميثاق صدقت عليه كل دول. إذن يوم 20 نوفمبر 1989 الأمم المتحدة صدقت على ميثاق حقوق الطفل، ومن بعد كل دول مضات هذاك الميثاق، كل دولة مضاته في يوم ما، ما مضاوش في نفس اليوم. الجزائر وقتاش مضات هذا الميثاق؟ اليوم، الشهر، والسنة، باش هكذاك تسكتوا. عمو يزيد، عمو يزيد وين راه يدركا؟ 1948. يا بنتي الجزائر استقلت في 62، لازم. والأمم المتحدة صادقت على هذا اليوم في 89، إذن التاريخ راح يكون بعد 1989. ماشي جوان، الشهر واليوم. 20 جوان، لا 20 جويلية، لا بون. معلش نغنوا أغنية وفكروا. هذه الأغنية أنا نحبها واسمها الاحترام. نقول فيها هذا حوار بين الطفل والولد نتاعو، يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، وتشوف كيفاش الأب يفهم وليده ما هو الاحترام. واش يقول له؟ لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لازم ننتظر الدور نتاعنا وما نتعجلوش في طلب الشيء. إذن كمل، يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو
ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، تسمع منهم ردا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام. شكرا شكرا شكرا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. تعال تعال تعال، هناك شاطر في المدينة، هناك شاطر في المدينة، هناك شاطر في المدينة. على بالكم الأطفال هكذا كيقولوا لهم والديهم الإجابة، يحفظوها لهم، كيطلعهم عمو يزيد يهدر معاهم ينسيهم بلا عقل بلا عقل، باش يشوف إلا شفوا عليها ولا لا. أرواح أرواح تعال. واسمك؟ آدم. آدم شحال في عمرك آدم؟ 7 سنين. وش مسنة تقرأ؟ ثانية في الجامعة؟ شغل في المدرسة. في المدرسة في المتوسط؟ سنة أولى وثانية. سنة أولى وثانية ثانوي. شغل تحضيري. تحضيري مع سنة أولى مع ثانية. شغل تحضيري بعد سنة أولى، واسمها هذه؟ سنة ثانية. ماذا؟ سنة ثانية بعد. سنة واش؟ سنة ثانية ابتدائي. ثانية ابتدائي يا صديقي، أو مزروب باش يروح الجامعة والمتوسط وكمل. أو نسى الجواب؟ لا كنساه. أوكي يلا، وقتاش الجزائر مضات على ميثاق حقوق الطفل؟ أرواحنا 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 كراي عند بابا أرواحنا. عند الامتحان يكرم المرء
هيا قلنا وقتاش يجاوب؟ وقتاش؟ 19 واش؟ 19 ديسمبر 1992. واو 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 واو، معليش نعطوه الهدية على الذاكرة نتاعو. صابها، عاود قول لهم التاريخ وقتاش؟ 19 ديسمبر 2092. 2092 كنوا عايشين زعما؟ زعما كنوا عايشين؟ 1992. 1992 على بالكم ما صبتهاش بابك واش يدير لك اليوم؟ يعاقبك اليوم ما تاكلش ولا ترقد بلا ما تشوف التلفزيون، بلا ما تشوف عمو يزيد. يا احبائي، الجزائر مضات ميثاق حقوق الطفل يوم 19 ديسمبر 1992. مازال ما كملناش مع الشاطر هذا. اعطيني الهديه تاعو. اذا شركة شيبس مهبول، راعي هذه الجولة وراعي حصة مع عمو يزيد، يهديك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو ليدي، تفضل. إذا ميثاق حقوق الطفل، خليه يتصور، معليش هذا شاطر هذا، يلا. هاي. ميثاق حقوق الطفل مضاته الجزائر في سنة 1992 في 16 مارس. عمو يزيد دار أغنية نقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. تغنوا كامل معايا. من حق الطفولة صحة علم حب وحنان، طفولة، يلا كامل. من حق الطفولة صحة علم حب أمان. أمان أمان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع، واجبنا به نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهد، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهد، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونحميه من كل داء، لا نرضى أن يستعبد، وله الحق في الغذاء، ليبقى سليم الجسد،
ونعامله بحب وحنان، لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. شكرا شكرا. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. لكل بداية نهاية، ونهايتنا أجمل. راح نتفارقوا على الحب والمودة. يا أطفال من فضلكم المثابرة في القسم. عمو يزيد كي يعود يرجع لكم، نصيبكم كامل كامل زدتوا في المعدلات. وراح نسقسي والديكم إلا خديتوا لهم الرأي ولا لا. لا، البر بالوالدين يا أطفال، والاحترام من فضلكم، واحترام المعلمين. يا أخي شكون يعرف الأغنية؟ لا تحزنوا حان الوداع، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، أحببناكم، لا ننساكم، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع إذا تغنوا كم معايا. لا تحزنوا، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء. عمو يزيد يعطيكم موعد إن شاء الله في أقرب وقت. كنتوا هايلين هايلين هايلين. سور الغزلان جمال جمال جمال، مدينة جميلة وجمهور أجمل أجمل. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. إن شاء الله هاد دي روح غرنا دينا الفقايت. يعطي الصحة عمو يزيد. يعجبي الحالة طاسة طاسة داكية، وسينغي عمو يزيد تاني ميرثي ميغ إدرو حضر ذي باش كان نفرح ذي كان أدي راح غرنا إن شاء الله. نحب عمو يزيد إن شاء الله يجي لينا مرة أخرى. جديد اللي جا عندنا فرح ولادنا كامل، ولا غير داروا البوسيبل باش يجوا يشوفوه. قولوا له يعطيك الصحة وإن شاء الله تجي عندنا البجاية. السلام عليكم. نشكر أمو يزيد على المبادرة هذه وحسن الاستضافة، وإن شاء الله يزيد يولي ماشي خطرة ماشي زوج، ماشي الأولى وماشي الأخرى، وإن شاء الله يروح لكامل الولايات.
عجبنا بزاف عمو يزيد، وان شاء الله يزيد عاودنا زيد تولي، والحفل كان كبير ورائع، ونشكرك عمو يزيد. بارك الله فيك عمو يزيد، وسمح لنا اليوم كان شويه غاشي بزاف والضغط ما لقيتش راحتك بالك، المهم يعطيك الصحه وان شاء الله تعاودها ان شاء الله الخطره الجايه، ولا عيطنا لك مثل ما ترفضناش. الله يسرك وفرحت لنا الدراري هذو كاع. بارك الله فيكم، ونشكروا الاخ هذا المخرج، نشكروه ان شاء الله، والشروق قناه الشروق. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه.